كذا أشرف جمعة شقيق بالطبيعة الهدف التاريخي المنتخب عصام جمعة أشرف يعني من 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 حاجة بيه اللي ملعبه هذية اللي ملعبه يعني بودي فانوم وقتنا إحنا يلعب تقريبا في المراكز الكل حتى في غيابات زملائه يعوضهم كظهير أيسر كان لاعب ارتكاز كذلك لعب هذا اللعب العاصي مواصفات اللعب العاصي تنفذ الركنية والرأسية والدفاع أشرف جمعة واحد من أبناء النادي سحب الخبرة بعد كرة كانت يعني باتجاه المرمى يوزع عودي الشاشية وقبله بالساق أشرف جمعة في الوقت المناسب قص الكرة قدام نسيم شاشي الكرة بسرعة لصالح الملعب التونسي حسام الحباسي ويدخل الدفاع مرة أخرى والهجوم يتواصل حباسي حاول التجديد والدفاع يتصدى وهجمة سريعة لنادي حمام الأنف لكن بنجاح لحد الآن أشرف جمعة يخرج في مباراة محترمة جدا تدخلات وناجحة مدافع على فيك مدين ثم لحسام الحباسي خرج كرة ممتازة هيثم العيوني يوزع العيوني والدفاع يدخل الدفاع مرة أخرى نعم أشرف جمعة مرة أخرى أشرف جمعة مقابلة محترمة للمدافع لاعب عنده خبرة كبيرة يعني ابن نادي أولمبيك مدين أشرف جمعة على مستوى الدفاع الأخيرة لأولمبيك مدنين والكرة داخل منطقة الجزاء العرضية أولمبيك مدنين الكرة طويلة في اتجاه من جديد أشرف جمعة يوزع الكرة للفائدة الند مراد زاهو يوزع مراد بذكاء أشرف جمعة Made it clear, lipstick can't be wrong.